يتصلون بك سياسيين كبار؟ كل السياسيين يتصلون بي. قادة عسكريين كبار؟ كل القادة يتصلون بي. علاقاتي طيبة مع الجميع وهذا أعتز بي. حاب ترد؟ قل له أني بالتصوير ماكو أي مشكلة. قل له عادي جدا أني بتصوير حلقة، تفضل احكي عادي، برنامجنا ما بي قيود. ألو السلام عليكم سيدنا حبيبي، أنا بالتصوير بس أخلص أتصل بك. ممنون 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 حبيبي. هلا. نذكر اسم الشخص ولا لا؟ احتمال هو ما يقبل. احتمال هو ما يقبل. طبعا من الشخصيات المعروفة والمرموقة بالعراق، أنا ليش قلت لك جاوب؟ لأنه يعني جزء شيء طارئ، لأنه هو جزء أنت دائما تتعامل ويا الناس، يعني أعتبره أنه عملك طارئ في كل لحظة. بالحقيقة يعني هذا الشخص اللي هو ما أعتقد يقبل أنه ينذكر، متواصل يعني دائما في كل المناسبات، وخصوصا هسه هو من متصل بيه يريد قائمة باسماء الأطفال الأيتام على مود يجهزهم للعيد. ترشح يعني يكون ضيفنا بالبرنامج؟ والله يا ريت، يعني عنده خزين مهم من تاريخ العراق ممكن أن يذكره. بعد الحلقة؟ بعد الحلقة نطلع عني وقت نتصل بيه، أنا يعني عندي معرفة بيه، نتصل بيه إن شاء الله، وإن شاء الله نحقق وياه حلقة مهمة، حلقة إنسانية. أكيد هو بس ما أعرف يحب الإعلام ما يحب ما أدري. مع العلم إنه هو كان يطلع دائما للإعلام ويظهر في وقت في العراق من كانت الأوضاع متأزمة. كان وظيفته تتطلب إنه. طيب.